على وتيرة مستمرة من الإجرام والحقد ومنذ 5 سنوات متوالية، اعتادت القوات الخليفية مجددا على شعائر عاشوراء في البحرين، وهاجمت قواتها المدججة بالسلاح والمرتزقة مناطق البحرين وبلداتها، ونزعت رايات الحسين بن علي. وهي الاعتداءات التي وصفها علماء البحرين بالخسة في الانتقام، ولكنهم أكدوا بأن البحرانيين لن يتركوا دينهم وهويتهم عرضة لتدنيس المرتزقة وأسيادهم. الشعوب اليوم لا تقاد قود الأغنام ولا تستسلم للإعلام والدعاية، وأخذت على نفسها أن تقاوم انحراف الأنظمة السياسية. المواطنون لم يترددوا في الرد على جرائم آل خليفة ضد الشعائر الحسينية، ونزلوا في الساحات وهم يحملون رايات الحسين، وتصدوا لجماعة المرتزقة التي أطلقت الغازات السامة وأسلحة الشوزن. ولكن الجراحات التي أصابت أجساد الشبان عجزت عن كسر إرادة المواطنين الذين رفعوا شعار هيهات من الذلة، وملأوا الشوارع بالتحدي والغضب الثوري. كما هتفوا بسقوط الحاكم الخليفي حمد، والذي أعادوا كتابة اسمه على الشوارع ليكون مداسا للأقدام، واصفين إياه بيزيد العصر وعدو الحسين. رايات الحسين وصرخاته المدوية كانت أقوى من جبروت آل خليفة وإجرامهم، وسجل المواطنون أحياء واسعا لموسم عاشوراء الذي تميز هذا العام بعنفوان ثوري امتد في كل الساحات والمناطق التي تعمها أحزان عاشوراء وبطولات كربلاء، حيث يجمع البحرانيون هذا العام وأكثر من أي عام مضى على أن الخليفيين هم نسخة طبق الأصل من آل يزيد، وأن ما يخطط له آل خليفة هو المشروع الأموي نفسه الذي أراد تخريب الدين وهدم القيم وعبر القتل وارتكاب الجرائم. ولكن كربلاء لم تنتهي، وعزائم زينب والعباس والقاسم والأكبر لا تزال تنبض في أوال، ولن ينال أعداء الحسين إلا الخزي والعار والسقوط.